بضيفي في هذه الفقرة، فقرة التحكيم، خبرنا التحكيمي مستر سمير عثمان. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن ياسر؟ الحمد لله تمام. معلش انا لساني خد على كلمة مستر على الأجنبي على طول. خلال الفترة الأخيرة كل الماتشات، امبارح المقصة وبيراميدز بيلعبوا بحكم مستر، وقبل كده برضو يعني ماتشات كثيرة جدا بتتلعب بحكام أجانب. النهاردة عندنا طاقم تحكيم يا كابتن سمير، ولكن قبل بس ما أروح لطاقم التحكيم واحنا بنتكلم عن عندنا ان شاء الله بطوله الامم الافريقيه القادمه. انا كنت فاكر ان امبارح او خلال الفتره اللي فاتت كان في معسكر للحكام الساحه اللي هيبدا اعتقد بكره، وحكام مساعدين امبارح او اول امبارح. لو تعرف اي معلومات عن هذا الموضوع. هو فعلا لجنه الحكام الرئيسيه في افريقيا عملت معسكر في مدينه الرباط في المغرب، واخده كل الحكام المرشحين انهم يشاركوا في بطوله امم افريقيا، عباره عن 30 حكم مساعد و29 حكم 30 حكم مساعد 30 حكم مساعد عملوا الاختبارات فعلا امبارح، والحمد لله كلهم نجحوا. احنا يخصنا الثلاث حكام بتوعنا الحمد لله كلهم نجحوا، اللي هو محمود ابو الرجال وتحسين ابو السادات واحمد حسام طه. نعم. دول الحمد لله نجحوا ثلاثه دول نجحوا من عندنا الحمد لله. تمام. ناقص حكام السفاره ان شاء الله هيجروا يوم الجمعه اللي هو بكره ان شاء الله، في جهاد جريشه وفي امين عمر وفي محمود البنا بعد بكره الجمعه بس جهاد مش هيجري عشان جهاد لسه جاري الاسبوع اللي فات الاختبار بتاع كاس عالم بتاع بولندا، فهو طالما جري في خلال شهر ما يجريش تاني. تمام. فان شاء الله باذن الله، يعني انا اتوقع في بعض الانباء كده الغريبه شويه ان جهاد هيشارك في البطوله كحكم في ار. وطبعا انا اتمنى انه يشارك كحكم اساسي في البطوله، طبعا حكم طالما بالظبط طالما ان هي هتتلعب في مصر، وخاصه زي ما حضرتك عارف يا كابتن اسلام الفي ار هيتطبق في الدور الثمانيه في بطوله امم افريقيا، يعني هنعمل لغايه الدور 16 من غير حاجه وبعد كده الفي ار هنستخدمه في الدور الثمانيه ان شاء الله. تمام. طيب نرجع نتكلم مره اخرى عن حكام طاقم التحكيم لهذه المباراه، ولكن نطلع نشوف الاول تقرير عن طاقم التحكيم ونرجع نكمل مع حضرتك. أوكي. يدير لقاء اليوم الذي يجمع بين الأهلي ومضيفه طلاع الجيش ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز طاقم تحكيم بقيادة محمود عاشور من مواليد 10 من أكتوبر عام 1976، انضم للقائمة الدولية خلال الفترة من 2011 وحتى 2016. تعتبر مباراة اليوم هي الثانية لمحمود عاشور مع الأهلي، حيث أدار له مباراة مصر المقاصة في الجولة 11 والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، بينما أدار عاشور 3 مباريات حتى الآن لفريق طلاع الجيش. ومن المفارقات العجيبة أن جميعها انتهت بالتعادل، إجمالا أدار محمود عاشور للأهلي 20 مباراة، حقق المارد الأحمر الفوز في 18 مباراة وتعادل في مباراتين، أشار خلال البطاقة الصفراء 23 مرة والحمراء مرتين واحتسب 8 ضربات جزاء. أما فريق الطلائع فأدار له عاشور 14 مباراة، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وخسر 4 مرات. أشار خلال البطاقة الصفراء 20 مرة بينما غابت البطاقات الحمراء وضربات الجزاء. تحكيم لهذه المباراة مكون من الكابتن محمود عاشور حكما للساحة، كابتن سمير، كابتن هاني عبد الفتاح مساعد أول، كابتن عبد الفتاح عريشة مساعد ثاني، كابتن نادر زكي حكم رابع، كابتن طارق سامي وكابتن محمد يوسف حكما خامسا. تمام. طاقم حكام على قد مستوى المباراة، محمود عاشور طبعا عنده خبرات عالية جدا، المباراة بالنسبة له مش صعبة بناء على خبراته المتراكمه، طبعا معاه مساعد حكم دولي ممتاز هاني عبد الفتاح رقم واحد، معاه مساعد حكم درجه اولى عبد الفتاح عريش حكم كويس جدا. نعم. خبراته عاليه،
مع طارق سامي طبعا الحكم الاضافي، اكتر حكم اضافي لعب السنه دي في مصر. احنا كل ما بنيجي بنبقى دايما الكابتن طارق سامي معانا، هو بيجي اكتر مننا في ايدينا طبعا طارق اكتر مننا، راجل محترم اتفضل. تمام، ومعاه محمد يوسف حكم من الحكام الواعدين يا كابتن اسلام من منطقه الغربيه، حكم هايل هايل، لعب السنه دي مباراه واحده كانت ام بي والمقاصة، عمل ماتش كويس جدا. الناس تفتكر الاسم ده، بكره هيبقى حكم كابتن محمد يوسف. محمد يوسف ده حكم اضافي، الاهلاويه هيفتكروه اكيد عشان بيتفرجوا دلوقتي، بس هي القناه كل الناس بتتفرج. طبعا مظبوط. علاوه في حكم رابع النهارده كابتن نادر زكي من اقدم حكام موجودين في مصر، حكم رابع بيساعد محمود والطاقم كله بره ان شاء الله، واتمنى لهم التوفيق كلهم. كيف يمكن اداره مثل هذه المباريات يا كابتن سمير؟ يعني مباراه مهمه في توقيت مهم تخليك تبقى على قمه الدوري العام مره اخرى، الاعصاب هتبقى بال 100% مشدوده، كيف يمكن؟ طبعا الكابتن محمود عاشور من وجهه نظري اختياره جيد جدا لهذه المباراه لانه ياما شاف. تمام، كيف يمكن اداره هذه المباراه والخروج بها لبر الامان؟ المقدمه بتاعت حضرتك رائعه، وعاوز اضيف ليها مباراه النهارده فيها طموح لفريق النادي الاهلي انه عاوز ياخد يطلع على الصداره، طموح الجيش برضو عاوز يبقى في مركز كويس وابتعد 30 نقطه، خلي بالك ده قريب من ما هو لو احنا دلوقتي 32، لو في فرقه كسبت ماتشين ورا بعض بتطلع فوق على طول بالظبط كده. فانا مباراه بالنسبه لي دي طموح للفرقتين، ولازم طالما طموح للفرقتين لازم برضو تبقى طموح لطاقم الحكام. النهارده هو لازم يبقى عارف ان كل مصر النهارده بتتفرج عليه، وخاصه كمان النهارده الاتحاد المصري لما قدم وقت المباراه كمان عشان مباراه ليفربول وبرشلونه ده كانت حاجه كويسه جدا. فده كل واحد يدي تشجيع للحكم وحماس للحكم انه يبذل قصارى جهده. المطلوب من عاشور النهارده اول ربع ساعه لازم يبقى مركز جدا جدا، لازم مركز في كل كوره. اوكي، شخصيه وكالعاده الحاجات اللي داخل منطقه الجزاء هو الامتحان بتاع الحكم عشان نقدر نقيمه داخل منطقه الجزاء. زي ما اتفقنا قبل كده كابتن اسلام، الحكم ممكن يعمل اي حاجه بره ما يحسبهاش، ما فيش مشكله، داخل منطقه الجزاء هي دي النقطه الوحيده اللي تقدر تقيم فيها الحكم من حيث الجراءه والشجاعه. طبعا الحاجات دي كلها النهارده متوفره في عاشور، هي ينقصه بس التوفيق وفي التركيز في كل كوره. وعاوز تقوم الحكام برده النهارده كابتن اسلام ما يكسلوش، لان اوقات انت في نهايه المباراه او في نهايه الشوط الاولاني ممكن برافو عليك التركيز بيقل، فممكن ما بقاش في يعني تركيز كامل بتبوظ الدنيا. فلا انا عاوز يبقى هادي النهارده ان شاء الله هو طقم الحكام اللي معاه، الهدوء والتركيز طبعا، واللي معاه ناس كويسه قوي على فكره ينجحوه باذن الله. تمام، حكام او الاثنين حكام مساعدين النهارده عليهم دور كبير جدا. طبعا اختيار جيد هاني عبد الفتاح في القائمه الدوليه بقاله سنتين، عبد الفتاح عرشه مرشح بقاله حوالي 10 سنين بيخش ترشيحات القائمه الدوليه، مش بيحالفه التوفيق بس هو كحكم مستوى فني رائع. لعب معايا مباراه، اخر مباراه كنت انا لعبتها اتلتيكو مدريد والاهلي، حكم الحكام الكويسه جدا بصراحه، مركز. علاوه بقى في طبعا لازم تركيز من الحكام الاضافيين طارق سامي ومحمد يوسف، لان في حاجات كتيره جدا بتبقى قصاد، طبعا بيحلوا مشاكل كتيره جدا للمساعدين للحكم الاضافي. امبارح اتفرجنا على مباراه الاسماعيلي، الهدف اللي احرز في الاسماعيلي لولا وجود الحكم الاضافي اللي واقف جنب الخط جنب المرمى هو اللي اداها للحكم، لان الكوره كانت يا دوبك عدت نطت، واحنا ما عندناش الامكانيات اللي فيها التكنولوجيا زي في الدوري الانجليزي. حضرتك عارف الحكم بيلعب بساعه وسمارت بول، اول ما بتعدي الكوره ومش محتاج يبص لحد بتديله فايبريشن مع رنه فبيحسبها هدف، وما تليش فيه اعتراض خالص. امبارح الحكم الاضافي اللي كان موجود في مباراه الاسماعيلي كان رائع بصراحه، وانقذ المباراه من الحمد لله من مشكله قد كابتن قبل بس ما انهي الفقره دي عايز اسال حضرتك، هو كابتن ابراهيم نور الدين فين؟ بقاله فتره ضرب مش باين يعني. والله بص انا متشكر جدا حضرتك اثرت النقطه دي. ابراهيم بيلعب في مباريات الدوري الممتاز بس بعدد قليل غير الاول، بس هو فين بقى من مباراه الاهلي؟ هي دي علامه استفهام بالنسبه لي. اخر مباراه ابراهيم لعبها من حوالي 16 او 17 مباراه شهيره وكانت الاهلي والانتاج الحربي، كان فيها خطا واضح اللي هي ركله الجزاء التي لم تحتسب، هو شريك فيها مع الحكم الرابع والحكم المساعد، بس مش من نهايه المطاف، لان الحكم يا كابتن اسلام طول عمره هيبقى فيه اخطاء. طالما ما فيش اخطاء متعمده يبقى خلاص لازم ابراهيم، طبعا لازم لجنه الحكام تديله ماتشات ثانيه، مش عشان حكم اخطا استبعده موسم كامل عن اداره مباراه، وخاصه هو من الحكام اللي كان ممكن يبقى له دور في بطوله افريقيا شانه زي شان محمد معروف او محمد عادل اللي ما حالفهمش التوفيق. فانا اتمنى لجنه الحكام لازم تدي تاني لابراهيم ماتشات للنادي الاهلي، ماتشات للزمالك. ابراهيم بس ايه يعني كل واحد معرفش هو شويه دي لقطات مباشره لحضراتكم من ارض الملعب واللاعبين متوجهين الى
التسخين قبل المباراه. اتفضل يا كابتن سامي. محتاج برضو ان هو ينزل ايه على الارض شويه كابتن. هو ابراهيم احنا عاوزين نتفق كموهبه، موهبه كويسه جدا، بس ما كانش موفق في بعض المباريات. انما طالما الحكم او اللعيبه عنده موهبه، ما ايه يا كابتن، ما تبحوش باللغه اللي احنا بنقولها، لا نديله فرصه ثانيه وثالثه، وخاصه هو رصيده كان كويس هو وزمايله برضه. نتمنى لكل طاقم التحكيم النهارده وكابتن ابراهيم وكل الحكام التوفيق ان شاء الله خلال الفتره الجايه. انا بشكرك جدا يا كابتن سمير. شكرا كابتن. ان شاء الله نلتقي بعد المباراه. ان شاء الله ما تبقاش في احداث كتيره باذن الله يا رب. ان شاء الله هي اول ربع ساعه بس تعدي. هتلاقي برضه، انا افكر حضرتك، اول ربع ساعه هتلاقي الاخطاء قليله جدا، اول خطا او ثاني خطا يبقى في حدود بعد الدقيقه العشرة كده او شويه يعني بالنسبه للكابتن محمود. ان شاء الله. لا، الاخطاء السليمه اللي هيحسبها، اللي هيحسبها، انما ان شاء الله ربنا يوفقهم بدون اخطاء باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم، كابتن محمود عاشور، كابتن هاني عبد الفتاح، كابتن فتحي ريشه، كابتن نادر زكي، كابتن طارق سامي، كابتن محمد يوسف. الى الملتقى كابتن سمير بعد كابتن المباراه، ونشوف ايه اللي هيكون بقى، هيكون عندنا احداث ولا تبقى الامور جيده ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن سمير، ونلتقي بحضرتك بعد المباراه.